مقادير الشوكليت موس: 2 بيضة، 60 جرام سكر، 335 ملي كريمة سائلة، 200 جرام شوكولاتة داكنة، 7 جرام جيلاتين، 30 جرام طحينية. أوكي، عندنا كمان الكريسبي بيس، صح؟ عندي الرايس كريسبي بيس. إحنا بدنا نعمل موس وتحتيه زي طبقة كريسب، صح؟ مظبوط. تمام، نقدر نشوف مقادير الكريسبي بيس. الكريسبي بيس 80 جرام رايس كريسبي، 150 جرام مارشميلو، 50 جرام شوكولاتة دهن، و 60 جرام زبدة. تمام، هيك عنا هاي كل المقادير. ايش تحبي نبلش؟ قولي لي. نبلش بالموس. يلا هلا بدي بس بوت، طنجرة صغيرة عشان نعبيها مي، بدي باث، ووتر باث. بدك هذا الحجم او هذا الحجم؟ المهم انه يعني بدنا ووتر باث، لانه اوكي عشان البيض بدي. طيب. بوله. يلا بدنا نجهز بوله. طيب هلا انا بحضر لك بوله، بس قولي لي ايش كمان رح نعمل؟ تبلشي بالرايس كريسبيز. رح ابلش برضه، بدي بوت، فهذا منيح اذا بدك انت تحضري للباستريزيشن تاع انا رح استخدم هاي للرايس كريسبيز. اوكي تمام. طيب دالا بدي اعبي لك مي عشان الووتر باث، صح؟ مزبوط. اوكي، وانا راح احضر بالبوله البيض والسكر. تمام، احنا ما بنحتاج كثير مي، انت اصلا راح تحطي ايدك وترطشي الدنيا. هي بدي اعلي لك النار عليه، وهي صحن. هي اوكي تمام. طيب انا اعلك الجيلاتين. اوكي، بمي بارده. احنا ما نحطين تلج، بتكسريهم نصين احسن عشان كله يكون، وحده وحده، لانه اذا حطيهم مع بعض بيلزقوا. هون حاطين تلج احنا. بس لما تحطي مي ما يلزقوا ببعض. اكيد كل وحده لحال. احط لك مي كمان، اهم شيء انها المي تكون بارده. بارده، لانه اذا كانت مو متلجه رح يدوب الجيلاتين، ما رح تقدري تتحكمي فيه. انا حطيت الجيلاتين، واذا بنسيح الشوكليت برضه. هلا هذا الجيلاتين الورق بيقدروا يستخدموا بودره. البودره مزبوط. اوكي، البودره نفس الوصفه. نفس مي. الكميه المقدار، بس بنحط له 5 أضعاف مي وبندوبه بميته، هون بنشيله من ميته. اوكي تمام. طيب خليني ابلش انا بوصفه الرايس كريسبي كمان. تمام، طفيت لك الغاز. طيب قد ايه بدك اعلي النار؟ عليها عشان البخار. هلا هون انا عم ببستر البيض. تمام، عشان يكون امن يعني لل، اكيد عشان احنا رح نحتاجه للموس. اوكي، انا رح احط هون الزبده، صححيني اذا كنت خاطئه. رح احط زبده والشوكولاته الدهن. بس صح مزبوط. احاول اقطعها عشان تدوب. هي طريه حتدوب بسرعه. هي رح تدوب بسرعه. وشوكولاته الدهن. واذا بتحضري لي العجانه والمضرب السلك. يلا نقدر نعملها على الايد، صح؟ اوكي، بس راح تاخذ معنا وقت. بس نعملها. هاي المضرب السلك. تمام، وبدي ابلش ادوب لك الشوكولاته. أوكي. صح؟ هاي حطيتهم بصحن، حدوبهم على الميكرويف بيأثر؟ لا. اوكي، بس كل نص دقيقة يعني بدك تحاولي تحركيها. 30 ثانية. اكيد. أنا هون بدي أستنى هدول علي. أنا قطعتك قبل شوي، هلا بدنا نرجع نحكي عن الميداليات. تذكري قطعتك. نرجع لهم، مو مشكلة. طيب إيش صار عندنا؟ تبستر؟ هلا هون أنا هيك وصل الحرارة 72. هلا لازم إني أشيله بسرعة. ديري بالك تنحرقي. بدي أحطه بال على مضرب السلك. أنا وقعت الدنيا، هاي وحدة ثانية. هاي إذا بدك إياها ولا ما بتحتاجيها؟ لا خلصنا. تمام. أوكي، أشيل المي هون، أحط هون هاي. كنا هاي كيف فيها. بت هيك أساعدك. أوكي، بدنا نضرب البيض على سرعة عالية. على سرعة عالية، بس ارفعيها دالة. البيض والسكر. أوكي،
اذا بتخلي هدول عبين ما يسيحوا سخني لي الجيلاتين. طيب عشان ما كانوا سامعين المشاهدين، انا بس الجيلاتين بعد ما نقعناه حطيته ببوله وعلى المايكرويف 30 ثانيه عشان نسوحه. وهون عندنا الشوكولاته ساحت، وهون بلشت انا بالرايس كريسبي بيس. ايش عم بصير قليلي؟ اظن انه نشيك عليه خلاص. نشيك عليه ونشيك عليه. هاي هلا حطيت الشوكليت على البيض، البيض والسكر. طلعي منظري. ايد هون وايد هون. مش قلت لك رح اضل خليكي مشغوله ما رح تزهقي؟ احلى شيء بالحياه المطبخ. هلا احكي لي. رح اقول لك هون عم نخلص. تمام، هلا الجيلاتين جاهز؟ نرجع نحطه على لا خلص خلص باقي على الايد. اوكي. طيب هلا الجيلاتين، الجيلاتين لازم حراره، بدها تكون حراره 60 وطالع. اوكي تمام. ايش بدك؟ بدك الكريم. بدي اخذ شويه كريم، لازم اعمل تمبرينج. التمبرينج اني احط شويه كريم تمام على الجيلاتين. الجيلاتين بندوبه هذا من غير مي. مش فاهمه هذا ليه ما عم بدوب. هلا هيك بينفش بعدين بدوب. هلا ببلش يدوب بس عشان النار مش بدك تمسكي لي بس. يلا هيك عملنا تمبرينج لل حطيت الكريم على الجيلاتين وبعدين بديره، ما بحطه على الكريم، بحطه على الشوكليت والبيض. اوكي عشان بتصير درجة حرارته هي. لا لانه ما بصير نحطه على الكريم، اذا حطينا الجيلاتين على الكريم وهي باردة بصير كبتيل كله جلد. اوكي الجيلاتين بيجمد على طول. تمام ابلش هيك انا جاهزة هلا. يعني شوي دايركت شوي. دايركت كلها كله مرة واحدة. اوكي الله ريحة الشوكولاتة. طيب أطلع لك المولد أنا القالب. هاي القالب، هاي عم بلش يدوب. وطي على النار وأنت هيك ضلك حركيه. هو أنا كان لازم أستخدم إشي أكبر. وطي على النار. تمام رح اتركه بدوب لحاله هلا المفروض. هلا المولد هذا هيك رح اعبيه. اوكي الموس هذا بنحطه وين؟ بالفريزر ولا بالثلاجه؟ هلا فريزر عشان نقدر انه يجمد نطلعه براحتنا من المولد. طيب شو رايك انت عم بتصبي ننقل للوصفه الثالثه عبين ما هذا يدوب وكل شيء؟ تمام نشوف الكراميل لانه بده وقت. مزبوط. اوكي رح نعمل ايش الوصفه الثالثه؟ الوصفة الثالثة اللي هي شوكليت كراميل كابس مع كريم. اوكي. تشيز. نايس كثير زاكي. من اسمها شكلها زاكي. طيب هاي البيكان. اجيب لك هون الشوكليت موس اللي عملناه. أوكي. الطبقة الكريسبي قطعناها زي ما حكينا. بالكتر. بعدين الشوكليت موس. حطينا الشوكليت موس عليها. قلبناها عليها من القالب. رشينا كاكاو باودر. رشينا كاكاو. هلا بنقدر احنا ملزينا بنقدر يعني بنعمل جليز بنقدر نعمل صوص بس أوكي. انه. اوكي. هلا بدي احط الشوكليت ديكور. بدي اكمل الفن على هاي شوي. ياي الوردات هدول. اسمعي انا قمة السعادة حبيبي.